تحياتي مشاهدينا الكرام. الحقيقة يعني الذين يتابعون قنوات الأخبار و يعني ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية واللحظات اللي احنا بنمر بيها، شايفين أن هناك شيء بيحدث في المنطقة، ليست فقط الحرب التقليدية أو الصراع اللي حاصل أو سنة من الهجوم على غزة، هجوم وحشي وتدمير للقطاع، لكن توسيع العمليات. الجميع فضل عينه على هل هيحصل بين إيران وإسرائيل حرب حقيقية ولا لا، لأن هذا سوف يفتح كما يقول البعض أبواب الجحيم على المنطقة. لو بقت حرب كبيرة وحرب شاملة وما يسمى بقى بالحرب المفتوحة، لأنه يمكن أن تدخل قوة أخرى إلى مسألة الحرب، ولا المسألة بتراعى فيها قواعد الاشتباك، انه احنا عارفين انا هضربك لغايه هنا وانت هتضربني لغايه هنا، زي ما كان بيحصل بين ايران واسرائيل طول الفتره اللي فاتت، وده حصل وضربات محدوده، وزي ما شكله برضه ممكن يحصل. لكن في مخاوف الحقيقه. سوف اطرح هذا على ضيفي في الاستوديو الذي ارحب به، الاستاذ حسام ابو العلا، نائب مدير تحرير مجله اكتوبر. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. المرة اللي فاتت لما إيران ردت بأكثر من 300 مسيرة وصاروخ، احنا قلنا انه رد كرتوني، انه شيء احنا يعني احنا عارفين، بص انا هضربك بس ايه تمام، يعني انت مش هترد جامد، احنا خلاص ده الدنيا. المرة دي الوضع المفروض مختلف، والمفروض انه آيات الله الخامنئي قال لا، سوف يكون الرد موجعا، وابتدى يكون في رد. إسرائيل توقعنا بقى انها ترد النهاردة، امبارح إسرائيل ما ردتش لسه، قالت إنها لسه. المسألة حضرتك شايفها إزاي؟ يعني هو في تصريحات النهارده حتى نتنياهو بيشير إن هما في استعداد لضربة قوية لإيران، ولكن على ما يبدو أن هي يعني لعبة ما بين إيران وإسرائيل، والشواهد على ذلك خلال السنوات الماضية. ليست المرة الأولى التي توجه إسرائيل ضربات قوية جدا لإيران، وليست المرة الأولى أيضا التي توجه إيران يعني ضربات إنجيز التعبير عليها أنها طلقات يعني تهويج بالمعنى البسيط، لأن إيران تملك ترسانة قوية جدا من الأسلحة، تملك إمكانيات تستطيع بها الردع وقوة والرد بقوة على إسرائيل، لكن هي تدرك جيدا أن هناك مخاطر قوية جدا داخل الإقليم، أنها لن تستطيع أن توسع دائرة الحرب، هي تكتفي فقط بوجود الأزرع لديها في المنطقة ممثلة في ميليشيات سواء حزب الله في لبنان أو الحشد الشعبي في العراق أو الحوثيين في اليمن، هي تريد أن تتواجد بقوة في المنطقة، ولكنها تدرك إلى مدى مخاطر التوسع في حرب إقليمية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا طرف مساند وبقوة لإسرائيل سواء في حربها ضد إيران أو أيضا في هجماتها الأخيرة ضد لبنان. نقلت ترسانة هنا بالضبط البحر المتوسط، يعني حتى يعني بايدن طلع وصرح قال إن احنا كنا نتصدى للضربات اللي جاية من إيران بالتعاون مع إسرائيل. فبالتالي أنت لا تحارب فقط إسرائيل، أنت تحارب أيضا الولايات المتحدة الأمريكية على خلفيات مشاكل قديمة وعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موضوع الملف النووي. إيران دولة ذات اشتباكات متعددة، دولة لها أطماع، ولكنها تملك من الدهاء بمكان أنها تستطيع أن تلعب بكافة الأوراق التي لديها. البعض يشير إلى أن إيران يعني هي الند الحالي لإسرائيل، ولكن ما على الأرض وما على الميدان لا يشير إلى ذلك إطلاقا. إيران تستطيع لو يعني ونالت ضربات قاسية يعني من إسرائيل في الفترة الأخيرة، لكن رد الفعل ليس على مستوى تمام. يعني هيراعى قواعد الاشتباك. نعم. يعني حتى هذه اللحظة بتراعى قواعد الاشتباك، هنوقف لغاية هنا. يعني طيب، ولكن قبل أن أنتقل إلى موضوع يعني لبنان وبقية دائرة الحرب، كان لفتني كده، يعني يمكن كنت في حلقة من يومين ثلاثة لما الرئيس الأمريكي بيقول يعني بيوصي إسرائيل خيرا يعني ما تضربيش المنشآت النووية والنفطية والحاجات الحيوية دي، اللي هو يعني حضرتك عارف زي ما يكون ايه، في اتنين بيتخانقوا واحد لابس نظاره فبيقول له بس ما تضربنيش في النظاره. يعني هل ده يعني اضرب بس ما تضربش بالشكل ده؟ يعني لا يوجد حرب بهذه الاساليب، ولا يوجد مواجهات عسكريه لها اهداف محدده بهذه المعايير. لما احنا خضنا حرب في 73 كنا هدفنا واضح وصريح، استعاده ارضنا من عدو محتل. إسرائيل لما خاضت حربها في غزة كانت واضحة أنها تسعى لتصفية حركة حماس ويعني اكتساس المقاومة، لكن ما يظهر على الساحة هي مجرد زي ما حضرتك قلت
هي اشتباكات وقتية ستزول. حتى موضوع الملف اللبناني أيضا له مدة محددة من الجانب الإسرائيلي ولن يطول أمده. بس معلش أنا آسف، في الملف اللبناني واللي هنتقل ليه، نعم، أنا النهاردة كنت لسه حالا بقول أنه أصبح عدد شهداء 2200 وشوية وعدد المصابين 9000 وشوية، هو نفس نادي غزة. احنا عمالين بقى يعني العدد كل يوم هنقعد يعني احنا، طب ما هو ده يعني يعني لا هو يرشح ان يتكرر السيناريو سيء جدا، لان اسرائيل ليها اهداف، انا شخصي ان المده لن تطول مثل يعني لن تصل الى عام يعني زي ما حصل في غزه. ربما اسرائيل اهدافها سريعه في موضوع لبنان وضرباتها على شكل متسارع بشكل متسارع، وضربتها الاخيره بتاعت حسن نصر الله كانت ضربه قويه جدا، فبالتالي ربما خطط خطوات سريعه في الملف اللبناني. في النهايه نتنياهو هو يريد ان يلملم هذه الاوراق بشكل سريع، هو يدرك انه خرج من حرب يعني غزه خاسرا، ويدرك تماما ان لعبه الاوراق ليست في صالحه، والضغوط التي مورست عليه بشكل كامل جدا من سواء قياده الجيش يجب ان نتوقف، يجب ان ننهي الحرب في غزه، فبدا يفتح الملف اللبناني على يعني لنوع من تقليم أظافر المقاومة في حزب الله. لكن أنا صوري الشخصي أن موضوع يعني الملف اللبناني سيناريو فيه على ما يبدو أنه يعني سيتم في ضغوط عربية في مجتمع الدولة تدخل بشكل أكتر، يعني لبنان كدولة لها اعتبارات تختلف عن موضوع القضية الفلسطينية وموضوع الدور الإسرائيلي في فلسطين، فبالتالي خلال يعني الأيام القادمة ربما يكون هناك يعني تطورات بشكل أفضل في الملف اللبناني. جميل، تقليم الأظافر، لكن الهدف ربما كان إنهاء المقاومة، يعني إضعافها بشكل ما تقومش به. والسؤال اللي تردد الحقيقة الفترة اللي فاتت، هل هي المقاومة فعلا قدرتها كده؟ ولا هي المقاومة لسه ما طلعتش اللي عندها؟ وهل هتقوم حرب أوسع نطاقا ما بين حزب الله وبين، أتحدث عن المقاومة اللبنانية، نعم، بين حزب الله وبين جيش الاحتلال؟ الدنيا لسه يعني هل سيتكبد جيش الاحتلال؟ ابتدى يتكبد، صحيح، لكن لسه يعني مش ده برضو اللي كنا متخيلينه من حزب الله. هل هو وضعه الان عشان امينه العام والقيادات قتيله فمفيش قرار؟ صحيح، هو رد الفعل يمكن عنيف شويه من حزب الله في هذه الفتره ربما بعد اغتيال حسن نصر الله، لكن على مدار السنوات الماضيه هي لعبه الكر والفر، لعبه يعني حزب الله يتلقى تعليماته من إيران، هو يعني يتلقى الدعم المادي من إيران، هو للأسف الشديد هو يعني جزء إيراني داخل لبنان، وده الكل يدرك ذلك يعني، فبالتالي كل الخطوات اللي بيقوم بها حزب الله هو بتعليمات من لبنان. والسياسة الإيرانية بشكل عام على مدار يمكن حتى السنوات الأخيرة وما تعرضت لي من ضربات قوية جدا من إسرائيل، لكنها زي ما حضرتك ذكرت في بدايه الحديث رد الفعل لا يتناسب ابدا مع حجم ما تعرض له، فبالتالي يعني انا شايف ان المقاومه رد فعلها عنيف في الفتره دي، لان طبعا يعني مقتل حسن نصر الله ما كانش حاجه يعني سهله عليهم. عنيف لكن ما هيش الحرب الشامله. لا طبعا مش، ما وصلناش لسه للحرب الشامله. انا اتحدث يعني عن اعلان حزب الله حربا او اعلان لبنان حربا، لكن يعني هل ترى انه ممكن الامور تخرج عن السيطره في لبنان؟ لا انا شايف ان اسرائيل يعني رغم يعني تهديدات بالاجتياح البري اكثر من مره بشكل موسع، رغم لكن هناك يعني حسابات في المنطقه، الولايات المتحده الامريكيه لا تريد اطلاقا توسيع موضوع المواجهات العسكريه، وخصوصا هي على ابواب انتخابات، تريد لملمه الاوراق في منطقه الشرق الاوسط في هذه الفتره ونوع من الهدوء. اسرائيل يعني حققت على ما يبدو من وجهة النظر الدولية أو من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية هدفها في موضوع إضعاف المقاومة بالنسبة لحركة حماس في فلسطين، فيعني وأيضا يعني حققت بعض الأهداف أيضا من وجهة نظر حكومة نتنياهو المتطرفة والولايات المتحدة أيضا في لبنان، فبالتالي لا يعني لا مصالح تصور الشخصي في موضوع توسيع الحرب وإطالة أمدها، بالعكس هي مجرد يعني نتنياهو يريد تحقيق مكاسب في لبنان في الفترة الحالية، هو يواجه أزمة كبيرة جدا في الداخل وخصوصا بعد الانتقادات اللازعة تعرض ليها بملف الأسرى وإطالة أمد الحرب في غزة والخسائر تعرضت ليها، فبالتالي كانت الجبهة اللبنانية هي المتنفس أو المنقذ الإنقاذ لتحقيق بعض المكاسب الوقتية التي سرعان ما تنتهي وسيعود مرة أخرى الأمور
بطبيعتها خلال يعني يمكن شهور إن شاء الله بإذن الله. هل تخلت إيران عن حزب الله؟ ما نقدرش نقول تخلت، لكن لم يكن الدعم على المستوى المطلوب، يعني كانت رد الفعل ممكن يكون أفضل من كده بكتير، لكن هذا هو هذه السياسة الخارجية الإيرانية. والأحداث كلها لو ربطناها ببعضها من مقتل الرئيس الإيراني السابق، ثم بعد كده يعني اغتيال هنية، ثم بعد كده مقتل حسن نصر الله، هنلاقي في خيوط متشابكة في طبيعة الأحداث في الفترة. لا يستبعد أن هناك تيارات إصلاحية داخل إيران تريد يعني تعديل في السياسة الخارجية الإيرانية. إيران دولة معقدة التركيبة، يعني لديها صراعات داخلية ليس كما يتخيل البعض، دولة ليها أطماع أيضا في المنطقة العربية في المحيط الإقليمي بشكل كامل، فبالتالي هناك أيضا تيار إصلاحي يرفض موضوع، وخصوصا أن متى كبدته الاقتصاد الإيراني في فترات شديدة بسبب التدخلات الخارجية أفقد إيران كثير من، والعقوبات اللي تعرضت لها أيضا عرض المجتمع الإيراني لأزمات اقتصادية طاحنة وانخفاض العملة، كل ده كان شكل نوع من الضغط على المسؤولين الإيرانيين بسبب أن إحنا إيه دخلنا في كل هذه التدخلات الخارجية وإحنا بنعاني الأمرين، وموضوع الحرس الثوري ودوره يعني الواضح جدا أنه هو جيش موازي أو ميليشيات موازية داخل الدولة. فكل هذه الأمور الحقيقة بتشير إلى أن إيران لن تستطيع أن يعني تدعم حزب الله أكثر من ذلك، هي هو هذا القدر الكافي لها في هذه الفترة. طيب الحوثيين يمكن بينشطوا في أوقات ولديهم الحقيقة قوة استراتيجية بشكل أو بآخر، إلى يعني نضيق باب المندب طبعا، يعني الحقيقة أنه غرفي مهم، وأيضا فكرة طبيعة التضاريس اليمنية عشان كده طال أمد الحرب الموضوع كان يعني، فهم لهم قوة في مكانهم. هل ستفتح المزيد من الجبهات في البحر الأحمر؟ يعني من مصلحة إيران في الفترة دي أن تكون جبهة الحوثيين فعالة بشكل ما، لأن هي دايما بص إيران على أن الجبهة دي بتهدد موضوع الملاحة الدولية، منصة بالقرب من موضوع منطقة الخليج، هي إيران تريد قدم لها عن طريق الحوثيين. لكن يمكن الفترة الأخيرة موضوع تهديد الملاحة الدولية والتدخل بشكل سافر، وموضوع أن أنا أثرت، إحنا من دول يعني تأثرت بشكل كامل، ربما أكثر الدول التي تأثرت الحقيقة يعني، وده أمن قومي. طيب أنا فقط لسه موضوع الحوثيين سيطول، لكن الساعة بقت 11 دلوقتي، وأيمن السيد الزميل العزيز قد انضم إلينا فأذهب إليه حيث موجز أخبار 11. أهلا يا أيمن. أيمن تحياتي إليك. أعود إلى ضيفي الأستاذ حسام أبو العلا نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. كنا الحقيقة بنتكلم عن الحوثيين، عن البوابة الجنوبية البحر الأحمر، وقفنا عند مصر ربما نكون الأكثر تضررا من جراء ما يحدث، لكن في النهاية برضو هناك حسابات أخرى، يعني الاقتصاد مصلحة مهمة للغاية، لكن أيضا هذا التوتر اللي في المنطقة ما بين الحوثيين وبين دولة الاحتلال، يعني هناك ما يمكن أن نسميه لا يزال محور مقاومة بشكل أو بآخر. يعني مش عايزين نقول أنه محور مقاومة، لكن خلينا برضو نتفق أن الحوثيين تنفذ برضو يعني الأجندة الإيرانية. طبعا صار الشخصي أن الحوثيين حزب الله الحشد الشعبي هي ذراع، هي أزرع بالضبط، وإيران أجادت بشكل قوي جدا ذراع. يعني الحوثيين يعني هدفهم وقوتهم استمدوها سواء بسلاح أو بمال من إيران، والفترة الأخيرة موضوع الملاحة الدولية وموضوع التأثيرات اللي حصلت وجودهم بشكل مستمر ورغبة إيران في وجود حزب بوجود الحوثيين ك يعني ميليشيات قويه بتهدد ايضا موضوع الاشقاء في الخليج، وجود انت عارف على الخلفيات اللي موجوده دايما ايران تريد ان يعني تلعب لعبه الفتنه الطائفيه في منطقه الخليج، يعني لها اساليب بشكل كبير. يعني الحوثيين الحقيقه على الفتره على مدار الفتره اللي فاتت لا دمروا الحقيقه اليمن، اساءوا بشكل كامل جدا لدوله اليمن، الشعب اليمني تضرر بشكل قوي جدا، وعندنا جاليه كبيره من الاشقاء موجودين في القاهره، يعني انقلاب على الشرعيه في اليمن،
استمرارهم في يعني اذا كانت بعض الصواريخ او بعض المناوشات. للاسف انه يكون ده الوضع في اليمن، يعني كلنا نرفض ما يحدث لتدمير دوله طبعًا شقيقه طبعًا طبعًا طبعًا. لكن انا بتحدث عن انه دوله الاحتلال بتحاول ان توسع المساله. أكيد. احنا قلنا انه حضرتك شايف انه بيروت او لبنان لن تستمر كثير حسب تقديرات المراقبين، مع ايران مش هيحصل مواجهه مباشره يعني. اتحدث عن المصادر التي يمكن ان تقض مضجع دوله الاحتلال. حضرتك بتقول انه ايران ستظل من خلال الحوثيين تضايق او تضيق على اسرائيل بشكل او باخر. وهرجع كمان للاوضاع في الداخل الفلسطيني، هل الامور توقفت عند ده ولا لسه ماشيه زي ما هي؟ خلينا نتفق ان ايران ان اسرائيل دوله مارقه بكل المعاني، ولن يرضاها احد مهما كان يعني في المنطقه. خلينا نتفق يعني مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تردع إسرائيل في حرب 73. إسرائيل على مدار تاريخها دولة تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ودعم كثير من الدول الأوروبية. شفنا يعني حتى التصريحات اللي بتصدر، التصريح الأخير اللي صدر عن مسؤول أمريكي يعني ستواجه حزب الله بالجانب الإنساني. أي جانب إنساني؟ أو ستدمر ما في أو يعني بالأسلحة ومراعاة الجانب الإنساني، وهي تقتل كثير من الأبرياء. يعني مقاومة إسرائيل، قبل أن نتحدث عن مقاومة إسرائيل يجب أن نتحدث عن الأوراق الضاغطة على إسرائيل المتمثلة في الجانب الأمريكي، وده بتلعبه الحقيقة دايما مصر. كابتن رئيس عبد الفتاح السيسي دايما يحذر دايما من موضوع التمادي في الحرب، أن حل القضية الفلسطينية أو الموضوع احتواء الأزمة في الشرق الأوسط هو السلام، وليس موضوع استمرار الحروب وموضوع استمرار إطلاق النار. لأن علينا أن ندرك أن إسرائيل لا تحارب لوحدها، إسرائيل لديها دعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، فاستمرارها بهذا الجبروت واستمرارها بهذا الصلف وبهذه الغرور على خلفية أنها تملك ترسانة أسلحة وتملك إمكانيات مادية وتملك البطش والرضع بدون أي نوع، الفيتو موجود الأمريكي لا تستطيع أي قرارات في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أن يدين إسرائيل. فبالتالي علينا أن ننتبه أن يعني ان نغير دفه اداره الامور في المنطقه زي ما مصر بتحاول دايما، السلام، وقف اطلاق النار. يعني كل التقدير طبعا للمقاومه سواء في حماس او حزب الله، اكيد يعني جهودهم يقدر، لكن انا بكلمك على الحلول النهائيه وليست حلول مؤقته، لان كلها مسكنات. انت في النهايه لن تستطيع ان يعني تحقق مكاسب على الجانب الاسرائيلي مهما كانت مقاومتك، سواء يعني حزب الله او حماس قبل كده، رغم الجهود الكبيره. طب اللي بذلها الطرفين ممكن يكون حل نهائي وليس مؤقتا او مرحليا. يعني انا مش ان حل نهائي للقضيه الفلسطينيه او للازمه بشكل كامل لن يكون حلول نهائيه، ولكن التوصل الى نقطه ايجابيه اللي هي العوده مره اخرى لدائره السلام، مفاوضات السلام. ما هي يعني الفكره انه اسرائيل عايزه الاول تعمل اللي هي عايزاه. يعني هي عندها اهداف، اولا اهداف توسعيه، اهداف اضعاف كل اللي حواليها، لا وكل اللي حواليها، والتضييق على بقيه حتى طبعاً الدول التي يمكن ان تهددها. ثم ناتي بقى لفكره التطبيع الذي لا يعد تطبيعا لكن يعد يعني له اسماء ربما اخرى. اسرائيل عندها، نتنياهو تحديدا عنده اهداف خلاص هو قرر يحققها دلوقتي، مستغلا احداث 7 اكتوبر اللي احنا النهارده في ذكرها. يعني خلاص هو حقق جزء كبير على فكره من اهدافه، وحاليا رغم ما يقال عن معارضه لديه في الداخل الاسرائيلي، لا هو عنده تأييد لانه الان حقق انتصارات بالنسبه له. هو يعني نتنياهو كان شعبيته نزلت الارض بشكل كبير جدا بعد الخسائر اللي لحقت ليه في غزه، لكن يمكن موضوع حسن نصر الله وموضوع الجبهه اللبنانيه والانتصارات الحقيقيه يمكن رفعت شعبيته بشكل كامل. لا انا رؤيتي او تصوري الشخصي ان احنا نريد ان نوقف اطلاق النار بكافه الاوراق التي نستطيع بها، جهود مصر، جهود الدول التي لعبها بشكل رئيسي في الملف، ثم بعد ذلك ننطلق الى عمليه سلام. يعني كل التجارب اثبتت ان الحروب تزيد، تجلب دمار وتجلب خراب. السلام هو الحل الوحيد لموضوع انهاء كافه هذه الامور. صحيح اسرائيل يعني لا تجد في هذه الفتره من يرضعها، لكننا بكافه السبل نحاول. يعني الوساطه المصريه القطريه الامريكيه تحاول بكافه الجهود، الجهود المصريه سواء يعني في المجتمع الدولي في الامم المتحده، وشفنا موقفنا الاخير اللي دايما سواء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجيه، كل وسائل الدبلوماسيه بنحاول بكافه الطرق. صور الشخصي ان نسعى الى السلام، وقف اطلاق النار، ثم العوده مره اخرى الى
احياء يعني عمليه السلام في الشرق الاوسط اللي هي يعني حل الدولتين هو الحل الامثل لموضوع زي دايما ما تنادي مصر او بتنادي كافه الدول التي تسعى الى السلام. يعني بالتحليل اللي حضرتك شايفه لن تنزلق المنطقه الى مساله الحرب الشامله او الموسعه. يعني كافه الاطراف اللي في الفاعله لا تريد حرب، رغم التمادي الاسرائيلي ورغم محاوله اسرائيل دايما يعني اظهار قوتها في المنطقه وانها تستطيع زي ما حضرتك ذكرت انها تتمدد ناحيه يعني كافه يعني اي دوله تريدها، لكن شفنا ازاي احنا مثلا في مصر كان موقفنا قوي ووقفنا رادع وشفنا وقفنا ضد موضوع التهجير القسري والاطماع الاسرائيليه كانت واضحه وكان المخطط الاسرائيلي كان واضح، كان الهدف مصر وليس فقط كان معلن وبيحاولوا يحققوه مع الاسف. فبالتالي يعني احنا في هذه الفتره كل الاوراق التي نستطيع ان يعني نسعى اليها في هذه الفتره وما نملكه، يعني عندنا صحيح البعض يعني يشير الى ان الجامعه العربيه تصدر قرارات ولا تملك اداه فعاله لتحقيقها، ان احنا رغم القوى العربية وضغوطها وأوراق الضغط العربية حتى هذه اللحظة إسرائيل تواصل يعني حروبها وتواصل تدميرها، لكن على الأقل إحنا يعني قطعنا شوط كبير جدا، يعني كانت أول بداية الأزمة كانوا رافضين إدخال المساعدات لولا موقف مصر وضغط مصر وإنفاذ المساعدات ودخلنا المساعدات. رئيس عبد الفتاح السيسي لسه النهارده بيتكلم على هذا الموضوع، يعني له تصريحات متتاليه على فكره إنفاذ المساعدات لأنه ما يحدث أيضا غير كافي لأنه الأوضاع أصبحت يعني لا مأساوية. أنت لما نوصل دلوقتي 42,000 شهيد في غزة و100,000 مصاب ومنهم يعني 17,000 طفل و11,000 سيدة، يعني كارثة إنسانية. الدمار اللي لحق بأكثر من نصف المباني في غزه اتدمرت بشكل كامل، البعض قايل السقوط، البنيه التحتيه اتدمرت، ماساه انسانيه يعني يندى لها كبير للبشر الحقيقه. ده لسه يعني كان في يعني تقدير اممي انه حضرتك عارف عشان يشيلوا انقاض محتاجه 14 سنه. بالظبط 14 سنه يرفعوا انقاض عشان تخلص الانقاض اللي هناك. بالزبط. واعاده الاعمار الحقيقيه توصل ل 70 سنه. يعني عشان نريد اعمار القطاع دمر بالكامل، دي ماساه. صحيح. انسانيه في البشر والحجر يعني في اكيد الهدين. يعني احنا نتمنى الاول وقف اطلاق النار والاعمار ان شاء الله، يعني نستطيع بالجهود العربيه نستطيع ان احنا يعني نحاول زي ما عملنا قبل كده اعاده اعمار غزه. ايه اللي ممكن يكون جديد غير ان اسرائيل هي اللي تبقى مش عايزه او حققت اهدافها؟ يعني ما هو انا اسف فات سنه. صحيح. يعني لو كانت الجامعه العربيه والضغوط العربيه قادره لكانت فعلت في عز الأزمة وكانت الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية، وحصل أكثر من اجتماع عربي ومصر يعني عملت أول اجتماع ثم يعني ذهبنا إلى الرياض ثم قمة عربية والحاجة وأمم متحدة وجمعية عامة مجلس أمن مش ممكن، لأنه في النهاية مهما طلع من الأمم المتحدة ما فيش أداة تفعيلية غير مجلس الأمن، وده يعني معطل. أنت حضرتك لو كان في حاجة هتحصل كانت حصلت. أنت حضرتك إسرائيل لما تكتفي شكلها ما يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ أنت مش بتواجه إسرائيل فقط، يعني المشكلة إن إحنا يعني إحنا كدول عربية مثلا بقيادة مصر بتقود هذا الملف، معانا قطر وأحيانا الجانب الأمريكي، إحنا ليس فقط بنواجه إسرائيل، إحنا بنواجه ايضا يعني داعمين لها بشكل قوي. انت كل ما تحاول تنتزع قرار من مجلس الامن بتلاقي الفيتو الامريكي. بعض الدول الاوروبيه في بدايه الازمه كانت تتكلم عن طرفين وليس طرف معتدي وطرف مظلوم، يعني لولا وجهه التغيير وجهه النظر عن طريق المؤتمر اللي عقدناه في مصر مؤتمر السلام او الضغوط المصريه مع الولايات المتحده الامريكيه ومحاوله تغيير وجهه النظر، لما تغيرت وجهه النظر مثلا ماكرون الرئيس الفرنسي في بدايه الازمه كان منحاز بشكل كامل. يعني مش عايز نظره تشاؤميه ان احنا ما حققناش حاجه، لا حققنا في حدود الامكانيات في حدود الـ يعني السيطره الدوليه بشكل ما واوراق اللعبه اللي مش في ايدينا بشكل كامل، يعني احنا في حدود الامكانيات المتاحه لنا قدرنا وحاولنا ان احنا نغير بعض اوراق اللعبه في المنطقه، حاولنا ان احنا نعمل انفاذ مساعدات، ضغطنا بشكل كامل على اسرائيل في كثير من الامور، لا يعني حققنا بعض الامور لكن مش هي المرجوه. انا اتفق معاك ان هي ليست هذه هي النتائج المرجوه في ظل هذه الكارثه الانسانيه المريعه، في ظل هذا يعني القتل والتشريد لأشقائنا في فلسطين وما تلاه في لبنان، لكن المتاح بالنسبه لنا الجهود اللي بنقدر عليها بنبذلها، وانا شايف ان احنا مصر تحديدا يمكن هي اكثر دوله تضررت
في هذه الأزمة بسبب احنا على خط التماس، احنا اكتر دولة الفاتورة الاقتصادية والمساعدات كله من عندك، وانت يعني المشاكل كلها يعني مصدرة لك على حدودك، وعليك ان يعني يبقى عندك هدوء بالضبط. ودبلوماسية وسياسة وأمن، ويعني أن تراعي توازن مش سهل، لكن هذا عن مصر وعلى مصر أن تحمي أمنها القومي بالضبط. بداية، لكن أنا أتحدث عن فكرة أنه العالم والولايات المتحدة وإسرائيل، هو خلاص هو ما فيش غير يا الولايات المتحدة يا إما دولة الاحتلال بالضبط. هيبطلوا لما يحققوا أهدافهم. هل هدف نتنياهو أصبح وشيك التحقق ولا لسه؟ يعني اهداف نتنياهو لو ان احنا نقدر نقيمها في الفتره ديت، هو يعني مش هنقدر نحط ايدينا على نقاط محدده، بدليل ان مثلا ازمه غزه حتى هذه اللحظه بعد مرور عام كامل وحقق كل ما اراد، وحتى هذه اللحظه لم يعني يقرر انهاء الملف بشكل كامل. ما استردش بقيه الاسر. يعني اذا كان دي من ضمن الاهداف، لكن يستطيع لو هو قرر واعلن بشكل كامل الاسر اكيد هيرجعوا، يعني ده ورقه يستطيع انهائها، يعني سواء مصر دبلوماسيا او قطر او يعني اللي هو الوسطاء. نتنياهو سياسه حكومه متطرفه، دائما متشبعه بالدماء، تريد تحقيق مزيد من يعني انتصارات، الزهو بأنها حكومة دائما تحقق كثير مما لم يحققه قبلها. الاستمرار أيضا في السلطة، نتنياهو قد يواجه كثير من العقوبات أو يواجه كثير أسرته وهو معرضين للقضاء وللسجن، فيريد إطالة وجوده في، أيضا يواجه كثير من الضغوط داخل المجتمع الإسرائيلي على تحقيق بعض النتائج من وجهة نظره. أنا شايف أن يعني لو هنقدر نحط إيدينا على النقاط، صعب ان احنا نحدد ايه، لان بين لحظه والتانيه بيحصل تصاعد في هذا الملف، لان كل ما نامله وقف اطلاق النار والعوده مره اخرى لدائره السلام، وعوده مره اخرى يعني طرح حل الدولتين، لان هذا هو زي دايما السياسه الخارجيه المصريه ما بتؤكد ان هذا هو الحل النهائي للقضيه الفلسطينيه. اكيد. شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ حسام ابو العلا، نائب مدير تحرير مجله اكتوبر، شرفتني. شكرا جزيلا ليك. ومشاهدي الكرام، لا يزال لدينا المزيد، وبالطبع اليوم هو يوم غير اعتيادي، يوافق ذكرى مرور عام بالكامل على احداث 7 اكتوبر، هذه الاحداث التي ربما اختلف الكثيرون في تقييمها بدايه ما حدثت، لكن اللي بعد كده كان عامل فارق للغاية، كان عاما حزينا، عاما كان مليئا بكثير من الدماء، لكنه أيضا مليء بكثير من الأمل والنظرة للمستقبل. أعتقد هذا عن هذا الموضوع، سوف يدور اللقاء التالي. بشكركم، لا تذهبوا بعيدا، دقائق وألقاكم.